هنروح بقى لحزب الوفد. دكتور صلاح حافظ رئيس حكومة ظل الوفد كشف لنا عن أبرز ما تتضمنه الأجندة التشريعية للحزب خلال الانتخابات البرلمانية اللي ناقشتها حكومة الظل بالفعل في اجتماع بالأمس، وقال إن الحزب وضع أجندتين تشريعيتين هيعملوا على تنفيذهم في البرلمان اللي جاي، وأكد إن الأجندة الأولى بتشمل حصر كامل لجميع القوانين اللي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي المفروض إنه يناقشها البرلمان خلال 15 يوم، وطبعا مناقشتها خلال 15 يوم هتكون أمر صعب، وده اللي جعل الحزب يضع قوانين بديلة في حال عدم اكتمال مراجعة جميع القوانين خلال المدة دي. أما الأجندة الثانية للحزب بتتمثل في تعديل القوانين اللي صدرت قبل 25 يناير 2015، وأبرزها قوانين التعليم والصحة والاستثمار.